الحنظلة لو هي على وادي النيل زادت مرارتها القديمة مرارة. هذا البيت معروف للويحان، بس أنا ما نعرف القصيدة كاملة. أيوة طبعا، الويحان يا أبو ناصر هو اسمه عبد الله بن عبد الرحمن العنقري التميمي. أيوة تميمي. تميمي طبعا هو مر على مناسبة القصيدة هذه، أو البيت هذا اللي هو الحنظلة لو هي على شاطئ النيل زادت مرارتها القديمة مرارة. هو مر على أماكن قريبة من النيل ولقى يا طويل العمر بساتين، ولقى كذا، ولقى من ضمنها خضار وفواكه. الخضار هذه طالعة كأنها جح، سبحان الله، بس إنه كبيرة، اللي هي يعني الحنظلة، يعني اللي هي الحنظلة الشري، صار كبار يعني كبير، هو يحسب إنه جحة أو إنه نبتة ثانية، مهم مثل اللي عندنا يعني صايرتين الناس يودهم يأكلونها. أيوة. فهو الظاهر من باب أنه يبي يقول القصيدة ويبيها يعني، قام وفتح اللي هي الشرية وتذوقها وقال والله حتى يوم، حتى لو أنها على نهر النيل، حتى لو أنها زينة، حتى لو أن نهر النيل برضه يعتبر إيش، مرة شرية مرة يعني شرية. وهو يقصد طبعا الهدف ثاني وكذا معنى آخر. شعر المثل يا فاهمين التماثيل، كل يجي شعره بحسب اقتداره، من عاش ينظر بسنين المقابيل، يذوق من عقب البرودة حرارة. الطيب يخلق مع قلوب الرجاجيل، مهوب في بنك التجارة تجارة، والرزق من عند الولي بالتساهيل، مهوب بالقوة ولا بالشطارة. من عاش في حيله وتسذب وتهاويل، يسرع من عقب الطلوع انحداره. والشور ما ينفع قلوب المهابيل، كالزند وانحرت تطاير شرارة. لو تامله بالعدل يعرض عن الميل، بستل على راية بربح وخسارة. والطب ما ينزال غيرها بتبديل، مثل الجدي مرساه ليله نهاره. والحنظلة لو هي على شاطئ النيل زادت مرارتها القديمة مرارة. هذا مثل يا فاهمين التماثيل، كل اللي يجي شعره بحسب اقتدار.